يعني ابدا من الكلام اللي قال النقيب رويبح قال بانه المسؤوليه الان ديال المحامين جميعا حنا مهنه منظمه بمقتضى القانون والعرف والتقاليد حنا كنتخبوا المؤسسات ديالنا حنا كنتسناو النقباء ديالنا والمؤسسات ديالنا ورئيس الجمعيه اشنو ممكن يدار ونحن ننتظر اشنو هي الاجراءات والخطوات اللي ممكن نديرو حنا في المرحله المقبله ثانيا من المبادئ الأساسية من الناحية المهنية هو أنه دور ديال النقيب والأعضاء المجلس المحافظة على المكتسبات دوركم سيد النقيب والسادة أعضاء المجلس والجمعية والنقباء جميعا المحافظة على المكتسبات نهار كتقلد المسؤولية جوج الأمور أنت مطالب تزيد بنا قدام واحد الخطوة أو أن تحافظ على المكتسبات الدور ديالكم المسؤولية ديالكم المحافظة على المكتسبات غير ممكن انه الحقوق ديالنا اللي هي منصوص يعني بمقتضى القانون والاجراءات اللي اللي ممكن عطينا القانون في اطار 94 غير ممكن ان نتزال الان سمعنا الشيء الكثير فيما يتعلق بالتعديلات وهذا هذه 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 مساله ايجابيه الندوات سمعنا الشيء الكثير الان بدينا كنسمعوا واحد الخطاب ديال راه اللي علينا راه بدينا كنسمعوا هذا الخطاب ودرتو واحد العنوان كبير جدا اللي هو الشرعيه الدستوريه الان معنا السيد رئيس لجنه العدل والتشريع كنا ننتظر وهذه بالمناسبه الزملاء ديالنا ديال القطاع الاتحادي جابوا لنا رئيس لجنه العدل والتشريع بغينا نسمعوا من السيد رئيس لجنه التشريع بغينا رغم انه وزير العدل اتخذ قرار واعتبر على انه المناقشات والجل الاعلامي ولكن بغينا نسمعوا يعني أشكي كيبان في الافق شنو الخطوات اللي كاينه شنو اللي ممكن نديرو الان خصنا نعرفوا واحد المساله هو عندنا 270 مقعد عندنا عدد المقاعد ديال البرنامج 395 خصنا نقراو هذه القرايه عندنا الاحرار عندهم 102 عندنا الاصاله عندها 87 وعندنا الاستقلال عندهم 81 عندنا 270 ياك الاحزاب اللي كتقول بين قوسين المعارضه في المغرب او اللي و... وحده المعارضه خصنا نقراو بالقراءه ديال المعارضه الايجابيه والنقد الايجابي واننا كنعطيو يعني حلول ونعطيو مقترحات ايجابيه هذه المعارضه الايجابيه التي ننتظر من الشركات والتي سوف تتحمل المسؤوليه التاريخيه عندكم اسيدي 125 125 مقعد الان حينما سوف يناقش النص ويحال على مجلس النواب ونفتحوا واحد القوس كبير امتى كيكون الحضور قوي ديال مجلس النواب واش كيكون غير فاش كيكون افتتاح السنه البرلمانيه الخريف والربيعيه واش فاش كتكون مناقشه ديال القوانين اللي كتعلق بالمواطنين واللي والذين انتخبوا انتخبوا هؤلاء البرلمانيين يقوم بدورهم واش كيكونوا كي حاضر حاضرين وما كيكونوش حاضرين دابا الان عندنا حنا جوج جوج استراتيجيات اللي بقى عندنا عندنا كيبان الامور غاديه بشكل كبير والسيد رئيس لجنه الشيعه كتقول لك بانه راه بدينا نهار 19 12 2023 انا لا اعتقد على انه قانون بهذا الشكل والذي يهم مصالحنا وحقوقنا ونجيو نتكلموا انه بشهر 12 الى يومنا هذا راه نأخذنا خدنا الوقت الكافي غير كافي مناقشه قانون السر المدنيه ونجي نقولوا بانه سبع شهور راه حنا خطينا خطوات كثيره وكثيره حنا متتبعين بشكل جيد كتناقشوا في لجنه العدل التشريع كتناقشوا 40 50 60 70 ماده في ساعتين فانا يعني لا اعتقد على انه لجنه العدل واش كتقوم بدور ايجابي وأعلاموا على انه جميع الاحزاب اللي كاينه في الجدول على كلهم زملائنا واش كيقوموا بدور ايجابي ويدافعون عن حقوق المواطنين ولا ان الاجراءات والامور كتكون بشكل ديال الشكليات والمجاملات بشكل كبير والمصالح الشخصيه خصنا نقولوا هذا الشيء كيكون حاضر فانا كنقول جوج الامور عندنا المرحله المقبله عندنا سوف يحال النص على مجلس النواب عندنا واحد الفريق اللي جاي مقاد مصيب ما عنده علاقه لا بالمهنه عنده علاقه بكي ينفذ التعليمات ديال الاحزاب التي يمثلونها وجاي باش يقول باش يهز يده ويصور كاينه 270 كيفاش غادي نستطعوا الان 270 125 كيفاش بامكاننا اننا نوصلوا المقترحات ديالنا نوصلوا المقترحات ديال المواطنين 125 شنو هو الدور اللي ممكن تقوم لاقناعي 270 باش تحمل الدور ديالها امام الدوله امام المغرب امام الحقوق امام المواطنين وشنو غادي تقول لنا في الانتخابات المقبله ثانيا السؤال الثاني واللي هو عنده علاقه بهذا العنوان اللي هو الشرعيه الدستوريه الدستور ديال المملكه كيقول في اطار يعني حتى نفكروا ونهيئوا أنسنا، وعندنا زملاء خصو يقولوا لنا الحلول خصكم من الان توجدوا الامكانيه ديال نفكروا واش كاينه امكانيه ديال الطعن في عدم دستوريه المقتضيات القانونيه اللي غادي يجيب بها هذا المشروع كنعرفوا على انه الطعن ممكن في حالات محدده بمقتضى الدستور كاين كاين جلاله الملك كاين رئيس الحكومه وكاين إمكانية اخرى ديال عدد معين من الاعضاء واش بامكاننا من أن نهيئوا عدد ديال الاعضاء ديال مجلس النواب ان يستعدوا لتوقيع العريضه ولايداعها على مستوى المحكمه الدستوريه وان ندافع عنها ما بقاوش نبداو نجيو التعديلات واش خصو خصنا نديروا هادشي غير ممكن الان بين المرحله المقبله كاين عندنا نسبه ضئيله فيما يتعلق بمحاولات اقناع الفريق الذي يمثل الاغلبيه بانه ان يتحمل مسؤوليته ويسد ودنيه ويتحمل المسؤوليه ديالو التاريخيه والمهنيه والقضائيه والحقوقيه وكاين المرحله الثانيه واللي هي المتعلقه باللجوء والوقوف في محكمه الدستوريه انا يعني كنقول الخطوره اين تتجلى وهذا ما نقولوا هذا وزير العدل جاي هذه حكومه عندها عندها قراءه عندها تعليمات عندها امور خصها تنفذها خلال ما تبقى من عمر هذه الولايه وخصنا نفكروا الى دوزوا لنا المسطره المدنيه كونوا متاكدين الساده المحامون غادي يدوز قانون المهنه بسرعه يعني لا تتصور غادي يدوز المسطره الجنائيه نفكروا نقلبوا على شي مهنه اخرى من غير مهنه المحاماه شكرا جزيلا شكرا نقيب المحترم E